مسألة التشريح بعض الأحيان تحدث وفية بشيء معين مثلا بسبب ما، قالوا ما عارفين، لقوا فيه مثلا ضربة، لقوا مايت كذا، قالوا مسألة التشريح هل يشرح؟ ما رأي العلماء في مسألة تشريح ذلك الميت؟ هل يشرح ويدخل في جانب التشريح أو لا؟ الرأي الراجح عند شيخنا الخليلي أن التشريح لا فائدة منه أصلا، التشريح لا فائدة منه في الواقع، يعني الواقع أن التشريح يبين لك هل هذا الإنسان مخنوق، مشنوق بحبل، بيد، مضروب بسكين كذا، نعم يبين لك، لكن من الفاعل لا يبينه أصلا. إذا ما الفائدة؟ أنا عرفت أن هذا الإنسان مضروب بعصا، مضروب بحديدة، مضروب بكذا، ما الفائدة بعد ذلك؟ استفدتنا شيء؟ إلا اللهم تشريح ذات تلك الجنازة والتأخير عن دفنها وكذا، والتشريح مسه، والميت له حق كما أن الحي له حق. إنسان ما يرضى في حياته ها؟ لكن الواقع لا تبين، يعني الواقع كما يبين شيخنا الخليلي من خلال الفتاوى على أن الواقع لا يصلهم إلى شيء معين في ذلك. عرفوا أنه مثلا هذا مثلا شاف سكين وذبح، خلاص عرفت أنه الآن بسكين مذبوح بهذا الإنسان. طيب لكن بعض الأحيان اللي ما يعرف عن طريق الضربات، خاصة مسألة الضربات، مسألة الشنق وكذا، وما يعرف يرجع يعرف شنق ولا كذا، ما يتوصل إلى الفاعل. لذلك شيخنا الخليل لا يحبذ أبدا، قال لا أحبذ التشريح، مسألة التشريح لا يحبذها أبدا في مثل ذلك.